السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة انا جبت مطبخ اطفال لبنتي، فقلت اصوره لكم كده عشان تشوفوا معايا المطبخ الحلو الكيوت ده. مطبخ حلو صغير قوي كده، يمكن الكاميرا كمان مش موضحة ان هو صغير، يناسب بس عمر 2 أو 3 بالكتير قوي، بس حلو قوي. فرحت بيه وحتى ما استنيتش ان احنا نفتحه كده، هو جوه العلبة لسه ما اتفتحش. هو حتى مكتوب عليه +3، يعني لحد 3 سنين كده هو يبقى مناسب. في مطابخ تانية كبيرة وفيها ادوات كتيرة وكده، بس عايزة طبعا عمر اكبر شوية. المطبخ ده يدوبك لعمر 2 أو 3 زي ما قلت لكم. بصوا، في اللي هو دولاب المطبخ ده، ضرفة هنا وضرفة الناحية التانية، وكمان ساعة تعليمية عشان الأطفال يتعلموا الوقت، وفيها طاسة وفيها فرخة وفي حلة والبوتاجاز والفرن كمان، واللي هو الحلة دي وحنفية ومعاها زي خضار ومعالق كده. حلو ولذيذ صراحة. البوتاجاز بينور وبيعمل صوت كأنه صوت حاجة بتستوي، يعني حاجة الأكل هو بيستوي. والساعة دي بتلفها برضو، تقدر ان انت تعملها يعني على الوقت اللي انت عايزه وتعلمهم عليها. وزي ما انتوا شايفين اهو النور، وهو بيقول ان هو في سيستم موسيقى، مش عارفة انا لسه ما توصلتش. هي بنت اللي بتعمل كل ده لسه ايه، مش مدينا فرصة ان احنا نركبه لك كويس وكده ونظبطه. وزي ما انتوا شايفين الظرف مرسوم عليها بقى ايه، زي القهوة والبن والسمنة والزيت والكلام ده. حلو قوي. ودي الكرتونة بقى من جوه، بقى الحلاوة بقى ان الكرتونة من جوه بيديك شكل جميل جدا وشكل ابداعي زي ما انتوا شايفين، كأنه في شباك وكمان تكييف والشجر من تحت. بصوا بارز ازاي، كأنه يعني حقيقي كده. والشباك الناحية التانية والارض سيراميك وحلويات وديكور، وحاجة حلوة قوي انها تحط المطبخ في النص كده وسط الحاجات الحلوة دي. يا رب المطبخ يعجبكم زي ما عجبني. ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تعملوا لايك وتعليق. باي باي.